السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وخبر جديد حصري أول مرة تسمعوه. ياريت تتابعوني للنهاية ومتنسوش اللايك على الخبر عشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة. السيطرة على حريق سيارة للوقود أثناء تفريغ حمولتها دون إصابات بالبحيرة. خبر اللي معانا بيقول: شهدت قرية صفت الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة اشتعال النيران في سيارة للوقود أثناء تفريغ حمولتها من السولر بإحدى المحطات الخاصة. كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة تلقى إخطار بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اندلاع حريق بمحطة وقود بقرية صفت الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بسبب اشتعال النيران بسيارة نقل محملة بكميات كبيرة من السولر، وذلك أثناء تفريغ حمولتها داخل المحطة. لم يسفر الحريق عن حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع إلى مكان الحريق للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة. تم تحليل المحضر اللازم تمهينا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث. إلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وخبر جديد إن شاء الله استنوني وحصري أول مرة تسمعوه. فياريت التشجيع منكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يصلكم كل خبر جديد، وإلى اللقاء.